سومر سلوم، خبرني عنك سومر. الصليب هلا انا ما بصدرك بعرف اذا مسبح. صوتي طالع عندك، انت ماني سامعاني صوتك كمان. طالع، صوتك طالع وأنا سمعانتك وكلنا سمعانينك. مسيحي أنت؟ انا مو سامعك كمان. ما انا لا سمعاني؟ مالك مسيحي؟ سمعانك، بس يعني لا انا يعني عاذر، بس لسه ما يعني ما عم بقدر لسه. لسه ما تعمدت وحامل الصليب. لا لسه. احكي لي عنك، ليه بدك تصير اي مسيحي؟ اكيد. اختار شو بفتخر باللي بيطلعوا بوجهن ما قلت هي واحتمال يعني يكمل او ما يكمل؟ يعني قد ايه بفتخر بهالقوة، لانه الحياة عايشين على الارض مرة واحدة. هدول رجال حقيقيين بالايمان قبل ما يتعمدوا. ليه بدك تصير مسيحي يا سومر؟ يعني هو التفكير بال يعني لما فكرت لقيت انه هذا الدين اللي حسيته دين الحق، هذه اللي هون حسيت حالي مقتنع، هون حسيت حالي انه بيشبه انا كيف تصوري للرب. هذا غير انه انا يسوع كان معي بكتير مطارح، لما انا كنت بحاجته كان معي، لما طلبت منه المساعدة كان معي، لما حسيت انه ضعف ايماني وطلبت منه انه يا رب قويني بالايمان. بدي اقول لك اخت ماجي، بنفس اليوم اذا مو بنفس الساعة بمواقف كان يسوع معي، عمله بحياتي واضحا بيقول لي انه انا معك، خليك على الطريق. آمين آمين، ربنا يباركك. أنت معنا بجروبات التلمذة ولا لسه ما بلشت؟ انا بعثت لك بس لسه ما حدا اضافني على جروب تلمذة وهيك. حقك علي، الأدمن ما عم يلحقوا صدق رسائل واتصالات. تواصل معي على الفيسبوك، خبرني إنه أنا سومر. حاول يعني تلاقي طريقة تتواصل معي فيها، لأنه أنا بعرف الفيسبوك حتى ما بيوصل انا أوقات بعت لك على الرسائل. الفيسبوك. بعت لي وهذا اسمك على الفيسبوك هيك بينكتب، بعت لك. هيك نفسه اسمك اللي طالع ايه قدامي مثل هون، هذا الاسم. ايه سومر ايه ايه سلوم. هذا هو. هلا بس خلص بدور عليك. ايه هذا هو. ميت ايه أهلا وسهلا فيك، وربنا يثبتك ويكمل معك اوكي، للمنتهى. قد عمرك يا سومر؟ شكرا كثير لك. قد عمرك؟ 17 17. العمر كله بدك بدي خليك معناتها معنا سنة، 17 بدك تبقى 18 لحتى ابعتك تتعمد، معلي؟ يعني كرمال وصل ل يعني وصل ليسوع بنطر 100 سنة مو سنة. يا حبيبي ربنا يبارك حياتك، بطل وكبير انت بالإيمان. اهلا وسهلا فيك يا سومر، وبيسعدني انه اضيفك لجروبات ميرسي كتير. التلمذة وتلمذك للرب. سعيدة كتير بوجودك، ونشكر ربنا اللي بيعرف هيك هيك وأنا بيسعدني يلاقيك كتير إني مختار. طلعت معك يعني باللايف أول شيء. وجوهكم بتقول انه انا للمسيح. شكرا اهلا كثير، وسهلا انا فيك. كثير بشكرك اني انا اليوم معك باللايف وبتمنى يعني هيك يعني بيوم من الايام انا التقي فيكي بظرف ثاني. هلا انا يمكن المكان اللي انا ماني متواجد فيه، اللي متواجد فيه يعني اقل تعصبا اقل جلدا للعابرين، بس انه يعني انا بالمهنة اللي انا بتمنى اني اشتغل فيها اللي هي التمثيل، يعني ممكن هذا الشيء يشكل مشكلة أو عائق عندي. مع هيك أنا يعني مكمل وبعرف إنه يعني إحنا رايحين للرب، فالرب حيكون معنا بأي شيء. أمين. وأي مهنة بتختارها ربنا إما بيخليها تكون هي بركة لإلك، أو بياخدك ليقلك هي المهنة تعا استخدمها لإلي لمجد اسمي. ربنا يبارك حياتك يا سومر. أكيد أكيد.